أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب اللغة والأدب في شرح لأبرز الخطوط العريضة التي سيتم التركيز عليها خلال الأسبوع الخامس عشر من الفصل الدراسي الثاني من الوحدة الأخيرة الوحدة الخامسة، وهي بعنوان خطوات على الغيم. أذكر أنه سيكون هناك فيديو مادة مرئية تتناول ما سنتطرق له في هذه الوحدة من مشاريع وتقييمات وأنشطة وموضوعات، فعليك الرجوع إلى صفحة المنصة التعليمية، صفحة وحدة خطوات على الغيم فن القصة، والقيام بالاستماع إليه. أذكر أن المفهوم الرئيس الذي سنتطرق له خلال هذه الوحدة هو الإبداع، أما المفهوم ذات الصلة هو الإطار العام، الزمان والمكان، التعبير عن الذات. أما السياق العالمي هو التوجه من حيث الزمان والمكان. عبارة الاستقصاء هي الإبداع تعبير ذاتي يتخطى حدود الزمان والمكان. كنا قد قلنا سابقاً أعزائي الطلاب أن الإبداع جوانبه مختلفة، فقد تكون مبدع في الرسم أو في القراءة أو في إلقاء الشعر أو في التمثيل حتى، وهذا ما ستطبقه أثناء دراسة القصص التي سنقوم بعرضها خلال هذه الوحدة. فمنكم من سيمثل، منكم من سيرسم، منكم من سينتج أو يستخدم كلمات أو مفردات جديدة، وهذا بحد ذاته إبداع، وهذا كله لنحقق الهدف العام والمطلوب من الدرس. سنقوم بالتركيز في الموضوع الأول على تعريف فن القصة. فن القصة ليس فن جديد عليكم، خاصة أننا نقوم بقراءة قصص في منصة أقرأ بالعربية، النزول إلى المكتبة دائماً وتحليل عناصر القصة، ولكن سنتعمق في مفهوم فن القصة، فهو فن من الفنون الأدبية الإنسانية المحببة، يتناول عناصر عدة، ويصاغ بأسلوب راقي بين السرد والحوار والوصف، وفقاً لمراحل الحوادث وللشخصية التي يدور الحوار على لسانها. وللقصة أهداف، قد تكون هذه الأهداف ثقافية كتعزيز الانفتاح الفكري أو تغني الأفكار والمعلومات أو تنمي الحس التراثي، أو أهداف تربوية منها تستحث الذهن بالحوار، تستثير العواطف، تجعل القارئ يستمتع بالحوادث والشخصيات وتنمي الثروة اللغوية. وأذكر أن القصص أنواع، فمنها الرواية وهي أكبر القصص حجماً، ومنها الأقطوصة وهي أصغر القصص حجماً. أما القصة القصيرة تتكون من قصة واحدة ذات عقدة واحدة لأحداث متعددة وشخصيات قليلة لا تتجاوز عدد الأصابع الخمس. أما أنواع القصص من حيث المضمون، منها الحكايات الشعبية، القصص الاجتماعية، قصص الحيوان، وقصص الخيال التاريخي، والقصص الوطنية. كما أن للقصة عناصر مختلفة، منها الزمان، المكان، الشخصيات، الحدث، والعقدة والحل، والشخصيات تنقسم إلى شخصيات رئيسية وثانوية. جميع ما ذكرته الآن أثناء تحليلي لمفهوم فن القصة سنقوم بتطبيقه عند دراسة القصة الأولى، وهي قصة العم صالح. يبدو أن عنوانها مرتبط ارتباط وثيق بالشخصية، لا نعرف إذا كانت شخصية رئيسية أو ثانوية، ستعرفونها أنتم عند القراءة. عند قراءة قصة لابد من التعرف إلى عناصرها كالشخصيات والزمان والمكان والعقدة والحل، ثم نقوم بتحليل نوع هذه القصة، هل هي قصة قصيرة أم طويلة، نقوم بذكر مناسبة العنوان للأحداث الموجودة، كما نقوم أيضا بذكر نوع هذه القصة، هل هي قصة وطنية أم هي قصة من قصص الحيوان أو اجتماعية، كما قلت أو ذكرت سابقا. ولا بد أن هناك أسئلة متصلة بفهم المقروء، فمثلا علينا التعريف بكاتب هذه القصة وهو طارق البكري، ثم حل أسئلة الاستيعاب والتحليل المتصلة بالقصة لتقييم أنفسنا كذكر صفات العم صالح، أو ما هو العذر الذي اتخذه الكاتب للعم صالح إلى غير ذلك، وقد أيضا تسردون لي نهايات مختلفة لهذه القصة.
أذكر بضرورة تأدية مهام أقرأ بالعربية الموكلة لكم. كانت هذه موضوعات الأسبوع 15. أشكر استماعكم، أراكم في دروس قادمة. طبتم وطاب نهاركم بكل أمل وخير.